كان الانسان تتغير كثير الامور بطبيعه الحال. موضوع الحضانه له حيت هكا تربينا غنجي نقول لنا الشرع كيقول لك انت خذ الثلثين بزز واعطيها الثلث واعطيها ما يمكنش. اذا علاش ما نخليوش المساله منطلق في التشريع من التيسير اختياريه؟ يجي العادل ويوقف. نعم اسيدي توفى الموريت ديالكم الله يرحمه، شنو غديروا في الارث؟ واش غادي تطبقوا اللي تذكر مثل حب الانثيين ولا بحال البنات بحال رجع عندكم في الدار وخليها تختار؟ حيت شنو كيوقع واقعا؟ كتلزموا تطبق شرع الله او ما يفسر، لان التاويل دائما يقطع السياق. حنا كنخليو نص القطعي وكنمشيو لاخر الايه وكنمشيو لاخر الحديث وكنجيبو شويه ديال التفسير اللي كان صالح 1400 هذه ولكن ما بقاش صالح اليوم. كنقول هو اللي يطبق القران. القران صالح لكل زمان ومكان، قابل لان يتطور. مقوله مره تنسب لعلي ومره لعمر: لا تربوا ابنائكم على عاداتكم فانهم يخلقون لزمان غير زمانكم. طيب طبعا هذا نقاش مستمر يعني حول واحد الموضوع يعني مجتمعي اللي هو مدونة الأسرة. كما قلت كان بدنا أن الحكومة تقدم لنا أرضية على أساسها يكون نقاش. يعني اليوم مطالب منا كأحزاب الإسهام في هذا يعني هذه التعديلات، لأن تبين كما كيعرف الجميع أن من بعد يعني قرابة واحد عقدين من الزمن 20 سنة اليوم تبين بأن اليوم نحن في حاجة إلى تحيين هذه المدونة، لأن بنت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي ربما أصبحت متجاوزة واللي كتطلب واحد إعادة النظر. نقدر نعطيكم أرقام مخيفة. الحالات ديال الإذن بالزواج ديال الطفلات، ما غاديش نقول القاصرات، مع الطفلات فات 13700. رقم ايضا كيخلع هو ان حاله الطلاق اللي كانت في 2021 وصلت ما يفوق 27000 حاله. اذا هذا الاذن بالزواج ديال القاصرات هو اللي كيعطينا هذا الرقم المهول ايضا في حاله ديال الطلاق، وهي هذه النسبه اللي ما عمرنا وصلنا لها تقريبا من نهار يعني بلورنا المدونه في النسخه ديالها القبليه. اذا هذه ارقام مهوله. ثم ما نساوش اليوم ايضا كاين العنف الاسري والجنسي اللي كيكلف واحد الميزانيه ديال الجوج، انتبهوا معايا مزيان، 1.85 مليار، 2 مليار ديال الدرهم فاصله 85 مليار اللي كتكلف هذا العنف. الناس ربما ما كيعطوليش البال. لذلك هذا النقاش ديال اليوم هو ايضا دعوه للحكومه باش تسرع هاد التسريع ديال وضع هذا المشروع القانون. شنو كنربحوا فيه؟ كنوقفوا الاستمرار ديال المعاناه ديال واحد الشريحه واسعه من المواطنين اللي هي المراه واللي هي الطفل. فاليوم كنقولوا للحكومه لا بد ما خصك تخرجي يعني هذه المشاريع القوانين، ماشي غير هي اليوم راه يعني كاين واحد النوع من التلكؤ كنشوف فيه في واحد المشاريع القوانين اللي مهمه واللي كتقيس يعني الجوهر ديال الحياه اليوميه ديال المواطن، ماشي فقط مدونه الاسره، نقدر نقول لكم مدونه الشغل ايضا، نقدر نقول لكم القانون، مشروع القانون الجنائي ايضا، يعني واحد المجموعه ديال الاشياء اللي ديال القوانين عفوا اللي حنايا في يعني في وسط تقريبا حنا وصلنا للوسط ديال الولايه واللي مازال متاخره. اذا طبعا حنا باش نقول هذا الكلام كنبانوا عاوتاني باننا حنا كنتزايدوا. الله يرضي عليكم، هذه مواضيع مجتمعيه لا تقبل المساومه ولا تقبل المزايده ولكن تقبل تسريع الوتيره كما قلت باش نوقفوا هذه الاستمراريه ديال المعاناه ديال واحد الشريحه واسعه من المواطنين. بعد الخطاب الملكي سامي اللي وجه صاحب الجلاله كل الطاقه السياسيه والمجتمعيه التفكير والى صح التعبير قراءه من جديد لمدونه الاسره بعد ما انطلق العمل بها سنه 2004، وبانت طبعا الايجابيات ولكن كان كذلك بعض الى صح التعبير بعض الاخفاقات. كان لازم اذا من التفكير من تهيئ اوراق
عمل اللي تقربنا كمجتمع في إطار التوافق، لأن هذا موضوع ما يمكنش ماشي موضوع سياسي بقدر ما هو موضوع مجتمعي. خصنا نوصلوا لواحد التوافق حول مجموعة المشاكل. من بعد ما انتبهنا أن نسبة الطلاق وصلت واحد الأرقام مهولة، نسبة زواج القاصرات وصل كذلك واحد النسبة مهولة، المشاكل المطروحة ما بين الأزواج ثم المصلحة الفضلية للطفل هو يعني هضم وهضم إلى صح التعبير حقوق المرأة في دي الاتفاقية الدولية اللي صدق عليها المغرب. كان لابد ما نديرو شي وقفة لغاية من هذا اللقاء اليوم، هذا هو نسمعوا الآراء، آراء ماشي الحركيات والحركيين فقط بل آراء كل الفرق البرلمانية، آراء السادة الخبراء وآراء السيدات والسادة الجامعيين الأكاديميين إلى غير ذلك من عناصر المكونة المجتمع المغربي. الغاية إذن هو تحضير تعديل المدونة، والغاية كذلك يجب أن لا ننسى أننا عندنا لقاء يوم الاثنين المقبل مع السيد رئيس الحكومة، والموضوع هو موضوع المرأة ويعني المدونة كذلك. إذن في هذا الإطار سوف يتم اللقاء. احنا ما كرهناش نحينوا المعلومات، نسمعوا الآراء ونسمعوا الاقتراحات اللي غنبلغوا السيد رئيس الحكومة، واللي غادي نعملوا جادين حكومة أغلبية ومعارضة على يعني إيجاد الحلول اللي ما تتحتاج التشريع، وكذلك اللي يبدأ هذا النوع التوافق اللي تكلمت لكم عليه قبل قليل، واللي خصنا نخرجوا به إلى تعديل مدونة الأسرة بالصيغة اللي غادي تحافظ على القيام يعني والدينية والمجتمعية، وكذلك اللي غادي تعطي واحد الجرعة انت الانفتاح ويعني تعديل المجتمع المغربي لما هو معمول به في مجتمعات أخرى دولية مسلمة، وهذا عادي. وإذا على بركة الله احنا نطلق هذا العمل من جديد بدون شك. أن الجلسة مع السيد رئيس الحكومة غتعطي حتى هي حقها، والتراكمات كلهم هما اللي غادي يجعلوا الورقة إن شاء الله اللي غادي نقدموها في حزب الحركة الشعبية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.